السلام عليكم، معكم ميم ميحلى طنجة 24، افتتاح ديال كافي شوب ذهب فرع الثالث في طنجة. ما شاء الله انتم كتشوفوا الاجواء كيفاش عاملة، الحباب كاملين حاضرين هنايا، فاللهم بارك والله ييسر الامور. تحياتي. كما كتشوفوا اليوم الافتتاح ديال القهوه الذهب، اجواء رائعه، اجواء غايه في الروعه. كنتمنى انكم تكونوا حضرتوا معنا، لان الشيء هذا يعني فرحنا بزاف اليوم في هذا النادي. المره الثالثه اللي كنحضرنا هذا الافتتاح هذا، عندك القهوه الناس كيتمتعوا بالمذاق ديالها على الاشكال والالوان، ارابيكا، موكا، يعني المذاق اللي بغيتي كاين. كنشكروا الناس اللي في الخلفيه ديال هذا المشروع هذا، الناس اللي الطاقم الساهر على هذا المشروع هذا، كنقول لهم شكرا شكرا جزيلا من هذا المنبر هذا، وتبارك الله عليكم. وكما كتشوفوا حنا كنتواجدوا هنايا في فرع جديد ديال القهوه الذهب في طنجه، تحديدا في شارع اوتيل اهل المملكه العربيه السعوديه، يعني ولاو جيران دابا تبارك الله، مرحبا بهم. وحنا دائما كنتواجدوا مع قهوه الذهب، لان قبل ما تكون يعني بحال اللي نقول لك ماركه قهوه فقط، بل هما اصدقاء، يعني من الاول وحنا معاهم دائما، وكنعتبروا قهوه الذهب يعني واحد الحاجه اللي هي مهمه بالخصوص يعني في اليوميات ديالنا. وكذلك هذه القهوه هذه كتميز بواحد الجوده صراحه يعني مميزه، وعندهم واحد الدقه في الجوده، وتبارك الله عليهم. كنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله ونجاح في نجاح. اسم الثنائي جبلوا بلدينا حضر في الافتتاح ديال الفرع ديال الذهب في مدينه طنجه، المدينه الجميله. وكنقول للناس الساكنه ديال مدينه طنجه والساكنه ديال الحي زعما يجوا يتمتعوا مع هذه القهوه الذهب اللي هي جوده عاليه، نغمه اندلسيه بامتياز. السلام عليكم، معكم بلال غبالو. اليوم جينا في افتتاح ديال كافي الذهب. كما تشوفوا انا معروف كنشرب قهوه، وكافي الذهب يعني معروفه بالجوده وعندها قهوه واعره. اليوم فتحوا الفرع ديالهم هنا في مدينه طنجه، وقريب اللي في ساكن انا، يعني ما كاين غير قهوه. وكنقول للناس اللي ساكنين في مدينه طنجه مرحبا بكم، كافي الذهب، وجيو تشربوا قهوه راه عندهم واعره.